جه ابو سليم موقع بيبقى بالضبط. سيد رئيس مجلس النواب المحترم، تحدثتم في عرضكم بإسهاب ووضحتم الجانب المضيء. الجانب المضيء ماذا أعني بالجانب المضيء؟ أنا أنه أكيد هناك إكراهات، أكيد هناك جوانب أخرى لم تذكر. جرت في بعض البلدان المتقدمة تنظيم أبواب مفتوحة مثل الكونغرس أو مجلس الشعب أو كذا إلا البرلمان المغربي. على تنمونا يعني عقد أو تنظيم الأبواب المفتوحة للغرفتين في أحد الأشهر للمواطنين الذين كانوا سببا في ولوجكم وولوج العديد من البرلمانيين إلى هذه الطبة. أبواب مفتوحة ما بعد. هذا الجانب تنسيق مع رئاسة مجلس المستشارين، تنحاول ما أمكن من الجيران أن ننظم أكثر وأن نفتح أكثر أبواب البرلمان المغربي، ماشي فقط للتلاميذ والطلبة اللي هما تيجيو كيفية منتظمة، ولكن كذلك لفئات اجتماعية أخرى. وهذا اقتراح في محلي، بل نحن بصدد مناقشة مع رئاسة ومكتب لجنة العلاقات الخارجية كيف يمكننا نفتحوا حتى على مجموعة من الدول اللي تتطلبنا بها علاقات صداقة وعلاقات قوية وعلاقات تاريخية في مجالات مختلفة، حتى نعرف بها داخل المجلس ومن خلال المجلس.